السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في قناة عشق الكوكتيل. النهاردة بأمر الله جايب لكم عرض ملك للقناة. العرض متكون من 5 حتت فرنساوي إن شاء الله، هنتكلم على كل حتة بالتفصيل. الحتة اللي قدامنا دي حتة مصبعة، كل الطيور دي ما عدا حتة واحدة عندها 4 شهور، كل الطيور عندها 3 شهور ان شاء الله. اول حتة زي ما قلنا الحتة المصبعة اللي قدامنا دي، ده غالبا هيبقى ولد. والحتة التانية دي بنوتة اللي هي مصبعة، ايزابيل اللي قدامنا دي كده هي باينة، تمام. الحتتين دول اخوات، هما ذكر وانتهى ان شاء الله، وراسين كده ذكر وانتهى. دول زي ما قلنا عمرهم 3 شهور. سعر الحتة ان شاء الله 400 جنيه، ومتاح لو انا اخد الجوز او اخد حتة واحدة. ده بالنسبة للحتتين اللي احنا قلنا عليهم، الحتتين المصبعات دول، الوش ابيض والديل ابيض بالكامل زي ما احنا شايفين، والصدر ابيض، تمام. وبعد كده هنتكلم على الحتة اللي جنبيهم دي حتة كلير بايد، حتة كلير بايد عين سودا، دي اختهم في العش، باينة جدا العين السودا، تمام. الحتة دي ان شاء الله عاملة 600 جنيه، 3 شهور برضو غير محددة، تمام. دي بالنسبة للحتة كلير بايد اهي كده بانت اكتر، تمام. الحتة اللي قبل الاخيرة اللي على ايدينا الشمال دي حتة بنوتة وراثيا، دي البينو بنوتة وراثيا زي ما قلنا، دي سعرها ان شاء الله 500 جنيه، دي سعرها 500 جنيه ان شاء الله. في الحتة ال4 شهور اللي هي دي في مشكلة بس في عينيها بسيطة، فيها كسرة كده في عينيها. العصفور صحته كويسة جدا مفيش اي مشكلة، لكن هو من ساعة ما طلع وهو العين دي كسرة، والعين التانية هي مفيهاش اي مشكلة. العصافير ان شاء الله كلها صحة سليمة. الحتة اللي عينيها كسرة دي زي ما قلنا دي عاملة 400 جنيه، تمام. زي ما قلنا الحتتين المصبعات الحتة ب400 جنيه، والحتة اللي عينيها كسرة دي عاملة 400 جنيه، ودي هي دي غالبا بنوتة والله اعلم برضو، تمام. والحتة الالبينو اهي زي ما قلنا دي بنوتة وراثيا، والحتة الكلير بايد اهي طلعت اهي بتورينا نفسها واقفة لوحدها، دي ب600 جنيه. بأمر الله التسليم في السوق او من عند المزرعة ان شاء الله هنقول رقم من التليفون للتواصل 011-4-728-67-16. شكرا جدا لكم، السلام عليكم.